عدت هذه المعركة أكبر كارثة حلت بالإمبراطورية البيزنطية في أواخر القرن الحادي عشر، وجاءت دليلا على نهاية دور الروم في حماية العالم المسيحي وفي حراسة الباب الشرقي لأوروبا. وبذلك صار على الغرب الأوروبي أن يقوم بدوره في هذا المضمار بدلا من اعتماده حتى ذلك الوقت على الإمبراطورية البيزنطية. وقد اعتبرت هذه المعركة أحد أهم أسباب الحملات الصليبية ضد المسلمين فيما بعد. معركة مالافكارد. في فبراير 1071 أرسل رومانوس مبعوثين إلى ألب أرسلان لتجديد معاهدة 1069، وحرصا على تأمين جناحه الشمالي ضد الهجوم، وافق ألب أرسلان بسعادة، وبعد تخليه عن حصار الرها قاد جيشه على الفور لمهاجمة حلب الخاضعة للسيطرة الفاطمية. لكن معاهدة السلام أخلها رومانوس، واعتبرها إلهاء متعمدا ليقود جيشا كبيرا إلى أرمينيا لاستعادة القلاع المفقودة قبل أن يتمكن السلاجقة من الرد عليهم. جهز الإمبراطور البيزنطي رومانوس جيشا ضخما يتكون من 200,000 مقاتل من الروم والروس والكراد والأرمن والخازر والفرنجة والبلغاريين، وتحرك بهم من القسطنطينية عاصمة دولته، واتجه إلى مالافكارد حيث يعسكر الجيش السلجوقي. أدرك ألب أرسلان حرج موقفه، فهو أمام جيش بالغ الضخامة كثير العتاد، في حين أن قواته لا تتجاوز 20,000. فبادر بالهجوم على مقدمة جيش الروم، ونجح في تحقيق نصر خاطف يحقق له التفاوض العادل مع إمبراطور الروم، لأنه كان يدرك صعوبة أن يدخل معركة ضد جيش الروم، فقواته الصغيرة لا قبل لها بمواجهة غير مضمونة العواقب. فأرسل إلى الإمبراطور مبعوثا من قبله ليعرض عليه الصلح والهدنة، فأساء الإمبراطور استقبال المبعوث ورفض عرض السلطان، وطالبه أن يبلغه بأن الصلح لن يتم إلا في مدينة الري عاصمة السلاجقة. أيقن السلطان ألا مفر من القتال بعد أن فشل الصلح والمهادنة في دفع شبح الحرب، فعمد إلى جنوده يشعل في نفوسهم روح الجهاد وحب الاستشهاد، وأوقد في قلوبهم جذوة الصبر والثبات. ووقف فقيه السلطان وإمامه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري يقول للسلطان مقويا من عزمه: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان، وأرجو أن يكون الله قد كتب باسمك هذا الفتح، فلقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي يكون الخطباء على المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالإجابة. وحين دانت ساعة اللقاء في آخر ذي القعدة 463 للهجرة أغسطس 1071 للميلاد، صلى بهم الإمام أبو نصر البخاري وبكى السلطان، فبكى الناس لبكائه ودعا ودعوا معه، ولبس البياض وتحنط وقال: إن قتلت فهذا كفني. أحسن السلطان ألب أرسلان خطة المعركة، وأوقد الحماسة والحمية في نفوس جنوده، حتى إذا بدأت المعركة أقدموا كالأسود الضواري تفتك بما يقابلها، وهاجموا أعداءهم في جرأة وشجاعة، وأمعنوا فيهم قتلا وتجريحا، وما هي إلا ساعة من نهار حتى تحقق النصر، وانقشع غبار المعركة عن جثث الروم التي كانت تملأ ساحات القتال. ووقع الإمبراطوري البيزنطي أسيرا في أيدي السلاجقة، وسيق إلى معسكر السلطان ألب أرسلان الذي قال له: ما عزمت أن تفعل بي إن أسرتني؟ فقال: أفعل القبيح. فقال له السلطان: فما تظن أنني أفعل بك؟ قال: إما أن تقتلني وإما أن تشهر بي في بلاد الشام، والأخرى بعيدة وهي العفو وقبول الأموال واصطناع نائبا عنك. فقال السلطان: ما عزمت على غير هذا. أطلق السلطان ألب أرسلان سراح الإمبراطوري البيزنطي بعد أن تعهد بدفع فدية كبيرة قدرها 1.5 مليون دينار، وأن يطلق كل أسير مسلم في أرض الروم، وأن تعقد معاهدة صلح مدتها 50 عاما يلتزم الروم خلالها بدفع الجزية السنوية، وأن يعترف الروم بسيطرة السلاجقة على المناطق التي فتحوها من بلادهم، وأن يتعهدوا بعدم الاعتداء على ممتلكات السلاجقة،
ثم أعاد السلطان غريمه وأسيره الإمبراطوري البيزنطي إلى بلاده، وخلع عليه خلعة جليلة، وخصص له سرادق كبيرة، وأعطاه قدرا كبيرا من المال لينفق منه في سفره، ثم أفرج عن عدد من ضباطه ليقوموا بخدمته، وأمر عددا من رجاله بصحبته حتى يصل إلى دياره سالما. بعد انتصار المسلمين في هذه المعركة، تغيرت صورة الحياة والحضارة في هذه المنطقة، فاصطبغت بالصبغة الإسلامية بعد انحسار النفوذ البيزنطي تدريجيا عن هذه المنطقة، ودخول سكانها في الإسلام والتزامهم به في حياتهم وسلوكهم. وواصل الأتراك السلاجقة غزوهم لمناطق أخرى بعد ملاذكارد، حتى توغلوا في قلب آسيا الصغرى، ففتحوا قونيا وآق، وصلوا إلى كوتاهيا، وأسسوا فرعا لدولة السلاجقة في هذه المنطقة عرف باسم سلطنة سلاجقة الروم، أسسها سليمان بن قتلمش، الذي عد بعد ذلك جد سلاطين بلاد الأناضول. ظل حكامها يتناوبون الحكم أكثر من قرنين من الزمان بعد انتصار السلاجقة في ملاذكارد، وأصبحت هذه المنطقة جزءا من بلاد المسلمين إلى يومنا هذا. وكان من ثمار دخول هذه المنطقة في حوزة السلاجقة انتشار اللغتين العربية والفارسية، وهو ما كان له أثره في مظاهر الحضارة منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا. غير أن هزيمة الروم في موقعة ملاذكارد جعلتهم ينصرفون عن هذا الجزء من آسيا الصغرى، ثم عجزوا عن الاحتفاظ ببقية الأجزاء الأخرى أمام غزوات المسلمين الأتراك من السلاجقة والعثمانيين. وقد توالت هذه الغزوات في القرون الثلاثة التالية لموقعة ملاذكارد، وانتهت بالإطاحة بدولة الروم والاستيلاء على القسطنطينية عاصمتها واتخاذها عاصمة للدولة العثمانية وتسميتها بإسلامبول أو إسطنبول.